السلام عليكم أعزائي التلاميذ. الآن نقوم بشرح الدرس الذي نشر على صفحة الأوبينيات الذي كان يتمثل في الحركة الإرادية. قبل شرح هذا الدرس الخاص بالحركة الإرادية، لابد أن نقوم بتقويم تشخيصي. السؤال الأول الذي يقول: ما هي مكونات الجهاز العصبي؟ وهذا سبق درسه وتناولتم في الحصص الدراسية. سؤال 2: صف بنية المخ وبين دوره في الاتصال العصبي. الذي هنا هذا السؤال مرتبط بدرسنا اليوم اللي هو الحركة الإرادية. قبل ما ننطلق في الدرس الحركة الإرادية، تتقدم أستاذة أعلنا بالشرح التقويمي أو السؤال الأول الخاص بالتقويمي الذي يتمثل في ما هي مكونات الجهاز العصبي. شكرا أستاذة، بارك الله فيك. شكرا أستاذة. كما قالت زميلتي الأستاذة مدني، سوف أنطلق في الشرح ما هو الجهاز العصبي. الجهاز العصبي أعزائي التلاميذ ينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتمثل في الجهاز العصبي المركزي. ماذا نقصد بكلمة المركزي؟ هي المراكز العصبية التي تتمثل في قسمين. القسم الأول هو الدماغ، والقسم الثاني هو النخاع الشوكي. هذا بالنسبة للجهاز العصبي المركزي. أما بالنسبة للجهاز المركزي المحيطي، يتمثل في الأعصاب. أولا نبدأ الآن بالجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي يتمثل في الدماغ. نعم، والدماغ بأقسامه سوف أتطرق إليه. وطبعا يتكون من المخ، المخيخ، والبصلة السيسائية. لحظة، إذا ها هو الدماغ. ها هو الدماغ عبارة عن كرة يتكون من المخ. ها هو يتكون من المخيخ ويتكون من البصلة السيسائية. أتطرق إلى الجزء الأول الذي يتمثل في المخ. أين يوجد المخ؟ يوجد المخ في صندوق عظمي. في صندوق عظمي، ها هو الصندوق العظمي. سي لا بوت كرانيال، الصندوق العظمي. أتسمع هذه الطقطقة؟ لأنه يتكون من العظام. ها هو الصندوق العظمي. وهذا الصندوق العظمي نسميه بالجمجمة. الجمجمة، ماذا يسكن داخل هذه الجمجمة؟ يسكن الدماغ. الآن بالنسبة للمخ، بالنسبة للمخ، المخ يغطى بمجموعة من الأغشية. هذه الأغشية هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الأم الحنون، عندنا الغشاء العنكبوتي، وعندنا الأم الجافية. الأم الحنون هي التي تغطي مباشرة سطح القشرة المخية. لماذا سميت الأم الحنون؟ سميت بالأم الحنون لأنها غنية بالأوعية الدموية. نعم تفضل. نعم تفضلي. هذه الطبقة، هل هي من الداخل إلى الخارج أم من الخارج إلى الداخل؟ سؤال ممتاز. الطبقة التي سوف أذكرها الآن هي من الداخل إلى الخارج. إذا الأم الحنون لماذا سميت بالحنون؟ لأنها حنونة، وهذا تعبير مجازي وليس حقيقي. نعم، سميت بالأم الحنون لأنها غنية بالأوعية الدموية التي تعمل على تغذية المخ. فوق الأم الحنون مباشرة يوجد هناك غشاء آخر يدعى بالغشاء العنكبوتي، لأنه يشبه شبكة العنكبوت. والطبقة الأخيرة لتأتي من الخارج هي تسمى بالأم الجافية. سميت بهذه التسمية نظراً لفقرها من الأوعية الدموية. هذه الأغشية كلها نطلق عليها اسم السحايا. اسم السحايا. السحايا. أستاذة. نعم تفضلي. ماذا يعني مصطلح السحايا؟ نعم،
مصطلح السحايا هي الأغشية التي تغطي المخ، وهي الأم الحنون، الغشاء العنكبوتي، والأم الجافية. نطلق عليها مصطلح واحد وهي السحايا. مفهوم؟ نعم. كما يوجد أيضا على مستوى المخ، ولكم تلاحظوا تلامذتي الأعزاء، ولنركز على جزء المخ. يوجد هناك عند إجراء مقاطع نلاحظ هناك مادتين، مادة رمادية والمادة البيضاء. نعم، وهذه مصطلحات أعلم أنها جديدة عليكم. المادة، لحظة، المادة الرمادية والمادة البيضاء. نعم، تفضلي. لماذا سميت بالمادة الرمادية وبالمادة البيضاء؟ سؤال ممتاز. نعم، لماذا سميت بالمادة الرمادية؟ المادة الرمادية سميت بهذه التسمية لتجمع الأجسام الخلوية وتقدر بالملايير. تجمع الأجسام الخلوية. دوكا تسألني ما هو الجسم الخلوي؟ الجسم الخلوي جاءت من كلمة خلية، سي اون سيلول. والخلية كما رأينا في السنة الأولى متوسط تتكون من نواة سيتوبلازم وغشاء سيتوبلازمي. هذه عبارة عن الأجسام الخلوية. أما بالنسبة للمادة البيضاء سميت بهذه التسمية لتجمع الألياف، لتجمع الألياف. وهذه الألياف من أين تنطلق؟ تنطلق من الأجسام الخلوية. مفهوم؟ لذا سميت بالمادة الرمادية والمادة البيضاء. نعم، هذه المادة الرمادية سمك. نعم، نعم. أظن على ما أعتقد أستاذة حوالي 3 مليمتر، أليس كذلك؟ 3 مليمتر. جيد، شكرا. 3 مليمتر. نعم، إذا حوالي 3 مليمتر سمك المادة الرمادية. أستاذة. نعم، تفضلي. عبارة عن ماذا هذه المادة الرمادية؟ هذه المادة الرمادية عبارة كما قلت عبارة عن مجموعة من الأجسام الخلوية. نعم، تشابك الأجسام الخلوية مع بعضها البعض. مفهوم؟ نعم 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 نعم. والمادة الرمادية هذه تشكل، هي التي تشكل القشرة المخية. نعم، هي التي تشكل القشرة المخية، والذي سوف نتطرق إليه في درسنا اليوم وهي الحركة الإرادية. هذا بالنسبة للجزء الأول من الدماغ ألا وهو المخ. ولكن نشرح لكم أيضا بالنسبة لوظيفة المخيخ ووظيفة البصر السيسائية، لأن الوظائف هذو يطلقنا بزاف الوضعيات الإدماجية، وهذه عبارة عن مكتسبات لازم التلميذ يكون مطلع عليها. إذا ما هي وظيفة المخيخ؟ ما هي وظيفة المخيخ؟ وظيفة المخيخ هي تعمل على اتزان الجسم، اتزان الجسم، هي اللي تعطي ليكيليبغ، الاتزان، ليكيليبغ للجسم. احنا الجسم تاعنا متزن، ما راناش نمشيو نتمايلو. لماذا؟ شكون المسؤول عنه؟ هو المخيخ. المخيخ. الآن تقدري تسأليني بالنسبة للبصرة السيسائية، وش هو دور البصرة السيسائية؟ دور البصرة السيسائية ها هي، هي التحكم في الأعضاء الداخلية. التحكم في الأعضاء الداخلية، مثلا الأمعاء، مثلا الأمعاء، في حركة الأمعاء، في حركة المعدة، هي اللي تتحكم في حركة أعضاء الجسم. نعم، في التحكم بالنسبة للأعضاء الداخلية. ننتقل إلى الجزء الثاني من الجهاز العصبي المركزي وهو النخاع الشوكي. النخاع الشوكي، لاحظوا يا تلاميذ، قلت لكم هذا هو المراكز العصبية، عندنا المخ والنخاع الشوكي، لا ثالث لهما. إذا نفس الشيء، يحتوي على المادة الرمادية والمادة البيضاء فقط. أعيد وأكرر، المادة الرمادية بالنسبة للمخ محيطية، المادة البيضاء مركزية. يلا شكون شاطر فيكم؟ ادلي عملية عكسية بالنسبة للنخاع الشوكي. المادة الرمادية مركزية والمادة البيضاء محيطية. يا سلام، جيد. نعم، جيد جيد. إذا عملية
عكسية. أريد المادة الرمادية بالنسبة للنخاع الشوكي فهي مركزية وتكون على شكل حرف أش. أما المادة البيضاء فإنها محيطة. الآن أنتقل إلى الجهاز العصبي المحيطي، هذا للتذكير بالنسبة للتلاميذ لأن دروسنا نحن في السنة الرابعة متسلسلة. نشاط ما يستقل عن النشاط اللي قبله. إذا بالنسبة للجهاز العصبي المحيطي في ماذا يتمثل؟ يتمثل في الأعصاب. في الأعصاب، وعندنا الأعصاب التي تتجه مباشرة إلى الرأس نحو الوجه الرقبة، وكاين أعصاب أخرى تتجه نحو الأطراف العلوية والأطراف السفلية لكن تخرج من النخاع الشوكي. الآن بالنسبة للتسمية، الأعصاب التي تتجه نحو الرأس تسمى بالأعصاب الدماغية القحفية. أعيد، الأعصاب التي تتجه نحو الرأس تسمى بالأعصاب الدماغية القحفية، وعددها 12 زوج. أما بالنسبة للأعصاب التي تتجه نحو الأطراف العلوية والأطراف السفلية نسميها بالأعصاب الشوكية. نوضح لكم هذا، الأعصاب الشوكية. هاي لاحظوا هنا، والنخاع الشوكي يسكن داخل العمود الفقري. ها هو العمود الفقري، ونلاحظ هنا ها هي الأعصاب تخرج من النخاع الشوكي الذي يسكن داخل هذا العمود. وعندنا نوعين من الأعصاب، راكم تشوفوا هنا اللون الأحمر واللون الأصفر. نعم، يوجد نوعين من الأعصاب لا ثالث لهما، أعصاب حسية وأعصاب حركية، ويوجد أيضا هناك أعصاب مختلطة، وهذا ما سوف نراه في النشاطات المقبلة إن شاء الله. هل هناك سؤال؟ لا. شكرا. إذا هذه هي نوع الأعصاب الموجودة على مستوى النخاع التي تخرج على مستوى النخاع الشوكي. الآن بالنسبة بهذا قد نصل إلى دراسة الحركات الإرادية، وكل الحركات الإرادية على أي مستوى أستاذة تكون جميع هذه الحركات الإرادية؟ تترجم على مستوى القشرة المخية، وبالضبط على مستوى السطح إسقاط الحركي. صدق الإسقاط الحركي. ممكن أن تعطي لي بعض الأمثلة؟ مثلاً حركة، مثلاً يبدي إنسان حركة، كل حركات مهمة، كل حركات إرادية. بنيتي من فضلك افتحي النافذة. ثم أغلقيها. ما نوع الحركة التي قمت بها بنيتي؟ حركة إرادية. حركة إرادية. إذن هذه الحركة الإرادية ما هو منبعها؟ أين تنبعث؟ من أين تنبعث؟ نعم، منبع الحركات الإرادية من المخ. من المخ. وبالضبط. وبالضبط. إذا الحركة الإرادية هذه المنبعثة على مستوى القشرة المخية عندها مكانها. هذا المكان يسمى الجزء أو السطح الإسقاط الحركي التي سوف نبينه الآن. تفضلي أستاذة. إذا عن طريق الشاشة الآن سوف نقوم بتحليل الحركة الإرادية. قبل أن أنطلق إلى معرفة السطح الإسقاط الحركي لابد أن نقوم بتجارب. من بين التجارب هذه، لاحظوا جيدا، من بين هذه التجارب قام المخبري باستئصال هذه المنطقة ليتمثل في السطح الإسقاط الحركي. ومن خلال هذه الاستئصال لاحظ أن هذا الحيوان لا يبدي أي حركات إرادية، مثلا إذا أراد أن يأكل لا يذهب، أراد أن يتنقل لا يتنقل، إذا كل حركات إرادية لا يبديها. ما عدا بقيت لديه إلا الحركات الفطرية، مثلا إذا سمع صوت مزعج أو صوت انفجار فإنه يقوم بحركات، لكن هذه الحركات لا نسميها حركات إرادية، وإنما نسميها حركات
فطريه. فطريه واش معناتها؟ واش معناتها فطريه؟ معناتها معناتها انعكاسيه. فهم حركه اراديه انعكاسيه. انعكاسيه اي لا نقوم بها بمحض ارادتنا، مثلا القفز. نعم. الان الان تجربه اخرى لاحظت على مستوى المولودين، اطفال المولودين بدون مخ كامل، وهذه الطفره الولاديه متى حدثت؟ حدثت وهم اجنه في رحم امهاتهم. اذا لاحظوا عدم اكتمال هذا الدماغ. ف اثناء ولادتهم لاحظت عليهم حركات، لكن هذه الحركات تشبه الآلة، آلات حقيقية. ومن هنا استنتجوا أن مركز السطحي المختص بالحركة هو المسؤول عن كل الحركات الإرادية. إذا كل الحركات الإرادية تنبعث من هذا السطح الحركي. أين يوجد هذا السطح الحركي؟ هذا السطح الحركي يوجد على مستوى القشرة المخية. مثلا القشرة المخية أستاذة عن المادة التي تكلمنا عليها. إذا السطح الحركي، لاحظوا معايا، إذا قمنا بتنبيه محيط هذا السطح الحركي اللي هو عبارة عن خلايا أجسام خلوية، مفهوم؟ واللي سبق ذكرها أنها تتكون من مادة رمادية، إذا قمنا بتنبيه عن طريق الإلكترودات في كل منطقة سوف تتقلص هذه العضلات تاع الأعضاء. مثلا إذا هنا ضغطت هنا فإن عضلات الأصابع القدم هي التي سوف تتقلص، إذا ضغطت هنا عضلة اللسان هي التي سوف تتقلص، مفهوم؟ الآن إذا خربت أي منطقة من هذه المناطق فيؤدي شلل للعضلات الأعضاء. مثلا إذا خربت هنا منطقة الفك فإن هذا الفك سوف ينشل، مفهوم؟ إذا دليل على أن هذا المركز هو مركز حساس ومهم جدا في الحركة الإرادية. الآن سوف أستاذة سؤال. نعم. هل هذه السطوح لها نفس الانقسام؟ هل هذه السطوح الانقسامات لها نفس حجم الانقسامات؟ هذاك لو طرحتي لي السؤال، هذا خاص بالحركه، هذاك السطوح خاص بالفصوص. فهم قلنا هذيك المراجعه الاستاذه ما قدمت بان كل سطح له قسمين، سطح اللي هو الاسقاط وسطح الادراك. السطح الاسقاط اللي هو هناك تستقبل الاشارات الكهربائيه او رساله على شكل اشارات كهربائيه، والسطح الادراك هو الذي يترجم هذه الاشارات الكهربائيه الى احساس او ادراك. فعلا اذا تكلمنا على السطح القفوي فانه مسؤول عن الرؤيه، وهناك يتكون من قسمين، سطح اسقاط وسطح ادراك. سطح اسقاط هو يستقبل اشارات رساله على شكل اشارات، وسطح الادراك هو الذي يترجم هذه الاشارات الى رؤيه. لماذا تترجم للنصف المعاكس؟ إذا الحركة أو استقبال هذه الفصوص لهذه الإحساسات، لكن هذا الإحساس ترجم بنصف أو الجزء المقابل. لماذا؟ لأن أعصاب الدماغية كلها موجودة على شكل تصالب. 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 مثلا إذا كانت هذه عين، مثلا عين يمنى. نعم. عين يمنى. هذه العين اليمنى استقبلت منبه مثلا ولتكن الضوء، فإن العصب الحسي البصري ينقل هذا الضوء على شكل إشارة كهربائية إلى من؟ إلى المركز الخاص أو السطح الخاص بالرؤية، لكن السطح الخاص بالرؤية هي النصف المقابل، لأن سطح القفة مقسم إلى جزئين. معاكس. إذا يترجم على سطح المعاكس، يعني السطح الأيسر. نعم. لماذا؟ لأن أعصابنا كلها على شكل تصالب. نعم. الآن أستاذة بالنسبة للحركة الإرادية. نعم. إذا ما هي الأعضاء الفاعلة لهذه الحركة؟ فعلا هذا السؤال مهم جدا. سوف نبين ذلك عن طريق هذه الشاشة. نعم. إذا هنا راح نبين
بأن للحركة الإرادية مسارين. كاين حركة إرادية تكون قصيرة جدا، يعني من القشرة المخية أو من المركز السطحي الخاص بالحركة إلى عضلات الوجه، مثلا الأنف، اللسان، الفك، الأذنين، هنا تمر فقط مباشرة، هنا مسارها قصير جدا. إذا من السطح الخاص بالحركة مباشرة إلى العضلات عضو التنفيذ. لكن إذا مرت إلى رقبة، مثلا أريد أن أحرك الرقبة، هنا الرسالة لابد أن تمر على البصلة السيسائية، لكن البصلة السيسائية لا دخل لها في الحركة الإرادية، إذا فقط تعتبر ممر. الآن إذا أردت تحريك الأطراف أو الجذع أو الحلق، هنا الرسالة سوف تمر بالنخاع الشوكي، سوف تمر بالنخاع الشوكي، والنخاع الشوكي سبقت الأستاذة أن شرحته أنه مركز الحركة اللا إرادية، إذا ما دخله هنا في الحركة الإرادية، إذا دوره هنا لا دخل له في الحركة الإرادية، لكن دوره هنا يعتبر ممر، لابد أن الرسالة أن تمر على النخاع الشوكي حتى تستقبلها الأعضاء أو العضلات الخاصة بتنفيذ هذه الأوامر. نعم. إذا عدد المسارات. عدد المسارات كاين مسارين. مسار. كاين مسار قصير وكاين مسار طويل. فهمت؟ المسار القصير قلنا إذا كانت حركة أريد إدارة الوجه أو إدارة العين، أو هنا تكون مسارها قصير، إذا من السطح الحركي مباشرة إلى العضو المنفذ، ولتكون مثلا العين ولا الأنف ولا. لكن إذا أردت تحريك الأطراف السفلية ولا الجذع ولا، لابد أن يمر من النخاع الشوكي، لكن لا دخل له في الحركة الإرادية، ما عدا يعتبر ملاحظة ممر. نعم. بصفة عامة، ماذا سميت بالرسالة العصبية الحركية؟ جيد. رسالة عصبية حسية. جيد. إذا سميت بالرسالة العصبية الحسية لأنها تترجم على مستوى سطح الإحساس العام. وسميت بالرسالة العصبية الحركية لأنها تترجم على مستوى السطح الحركي. مفهوم؟ ونلخص هذا الكلام للتلميذة، نعم، على حسب هذا الجدول ما عبرت عنه الأستاذة عن طريق الرسومات، الآن نلخصه عن طريق هذا الجدول، جدول المقارنة. نعم. الآن ما هو منشأ الرسالة العصبية في كل من الحركة التي اتجهت للأعلى والحركة التي اتجهت للأسفل؟ يلا، ما هو منشأ الرسالة؟ إذا دائما منشأها هو عبارة عن القشرة المخية. جيد. نعم، القشرة المخية. القشرة المخية المسؤولة بالحركة. تفضلي. إذا القشرة المخية المحركة. نعم. إذا القشرة المخية الخاصة بالحركة، أسميها المحركة. نعم. وما هو ايضا منشأ الرسالة العصبية بالنسبة للعضلات الشوكية؟ منشأ في القشرة المخية المحركة. جيد، نفسها. إذا القشرة المخية المحركة، دليل على أنهم تنبعث الاثنين من القسم الخاص بالحركة. نفس القسم. وما يخص مرور بالنخاع الشوكي في الحركة الإرادية؟ هل تمر بالنخاع الشوكي؟ لا، عدم المرور بالنخاع الشوكي. جيد. عدم مرور كلها تتجه للنخاع الشوكي. وفي الحركة اللا إرادية المرور بالنخاع الشوكي. لماذا؟ إذا أردنا تحريك الأطراف السفلية لابد أن تمر بالنخاع الشوكي. إذا هنا مرور بالنخاع الشوكي. جيد. فيما يخص طول الرسالة العصبية، احنا الطول نتكلم عن المسافة. المسافة. هل المسافة طويلة أم قصيرة؟ قصيرة في الحركة الإرادية للعضلات. جيد. نعم. وطويلة عند السفلية للعضلات السفلية. هنا تكون قصيرة، وهنا مرورها يكون طويل. طويل. لكن الرسالة العصبية تكون طويلة.
مهما عرفنا الوجه المقارنه ما بين الحركه الاراديه للجزء العلوي والحركه الاراديه للجزء السفلي، الان نعرف الاعضاء المحركه لي ما هي الاعضاء المشتركه في الحركه الاراديه. اذا لمعرفه هذا نعود الى المعلومات القبليه. استاذه من فضلك الان بعدما تعرفنا على الحركه الاراديه على المستوى العلوي والسفلي، هل ممكن ان تلخصي لنا فقط الاعضاء المساهمه او المشاركه في الحركه الاراديه؟ جيد. الاعضاء المشاركه في الحركه الاراديه تتمثل في ثلاث عناصر، هو نوعها المركز العصبي الذي يعتبر هو يمثل القشره المخيه. اذا القشره المخيه مسؤوله عن الترجمه، يعني هنا تترجم الرسائل العصبيه على شكل اشارات كهربائيه. إذا يعتبر المترجم. ثم تليها إذا بعدما تولدت هنا الرسالة العصبية فإنها ترسل عبر عصب حركي الذي يعتبره ناقل الرسالة العصبية الحركية إلى من؟ إلى العضلة التي تعتبر عضو منفذ. إذا ثلاث عناصر ضرورية لحدود الحركة الإرادية. نعم، بعدما تطرقت زميلتي وأشكرها جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة، فقط أريد أن أشير أو أضيف يعني معلومات أخرى. ننتبه جيدا يا تلامذتي الأعزاء، في الحراشاتات السابقة تعرضنا إلى الحس الشعوري، الحس الشعوري واليوم على الحركة الإرادية. الشيء المشترك ما بين الحس الشعوري والحركة الإرادية هو المركز العصبي الذي يتمثل في المخ. أركز وأقول المخ، في الحس الشعوري مخ وفي الحركة الإرادية مخ. الفرق الوحيد الموجود بالنسبة للحس الشعوري هو سطح الإحساس، الحركة الإرادية هو سطح الحركة. أما العناصر المشتركة في الحس الشعوري، عندنا المستقبل الحسي الذي يتمثل في الجلد، عندنا عصب حسي الذي ينقل الرسالة العصبية الحسية إلى المركز العصبي وهو القشرة المخية. إذن في الحس الشعوري يوجد هناك ثلاثة عناصر. إذا ما أردنا أن نقارن بالحركة الإرادية التي تطرقت إليها زميلتي اليوم، فإن الحركة الإرادية لاحظوا عندنا نفس المركز العصبي مخ مخ على مستوى القشرة المخية، الناقل الحس الشعوري ناقل حسي، الحركة الإرادية ناقل حركي، وفي الأخير المركز العصبي طبعا المركز العصبي هو الدماغ في الحس الشعوري ويأتي في المرتبة الثالثة. أما بالنسبة للمركز العصبي في الحركة الإرادية يأتي في المرتبة الأولى، أما العضو المنفذ هي العضلة. وبهذا ونستطيع تعيين ذلك عن طريق وبهذا أعزائي التلاميذ نتمنى يعني بقدر الإمكان أن نكون قد أوفينا بهذه المعلومات القيمة، ونشاطاتنا كما تعلمون نحن في العلوم الطبيعية فإنها متناسقة. راجعوا ثم راجعوا. كل معلومات مطلوبة إلى الشرح، إذا ننصح أن نتفاوت ولا عنصر. لهذا لضيق الوقت قمنا بتلخيص الخلاصة الخاصة بالحركة الإرادية. المهم تلاميذي، ولو انكم لكم فكره ولو معلومات حول هذه الحركه، لكن قمنا بتوضيحها اكثر ليكون سهل الاسلام. شكرا لكم، اشكركم على هذه الحلقه الرائعه. حلقه واجب، احنا مش نتمنى ان شاء الله يكونوا تلاميذ بالتوفيق ان شاء الله في العمل الدراسي، ونتائج ان شاء الله تكون ايجابيه وقادمه ان شاء الله في الشهر العظيم المتوسط. وشكرا، شكرا، مع السلامة.